اجتماع الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ انعقد بعد أن توقفت جلسة الحوار البارح، وعرفت تونس الأحداث الخطيرة والمنعرج الخطير في التعاطي مع قضية العنف السياسي والإرهاب. الجلسة هذه نظرت في الوضع السياسي العام وفي قضية مشاركتنا في الحوار الوطني وفيما حصل في تونس من أحداث جسام. انتج على اجتماعنا بيان إن الهيئة السياسية وهي تتابع الوضع عن كثب وما حصل من جرائم إرهابية جديدة ذهب ضحيتها شهداء وجرحى جدد من قوات أمننا الداخلي بكل من سيد علي بن عون ومنزل بورقيبة، فإن الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ إذ تترحم على أرواح الشهداء البررة وتعبر على مواساتها للجرحى وتتقدم بأحر التعازي للشعب التونسي ولعائلات الشهداء، فإنها تعبر عن إكبارها ودعمها الكامل لقوات أمننا وجيشنا الوطني في حربهم على الإرهاب. وتؤكد الهيئة السياسية على مسؤولية السلطة التنفيذية المؤقتة في تفاقم ظاهرة الإرهاب وعن عدم كفاءتها في إدارة الملف الأمني والتصدي بجدارة لخطر الإرهاب الذي هز أمن واستقرار البلاد، وتعتبر أن فشل الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يمثل موجباً آخر لضرورة رحيلها. أما بخصوص الحوار الوطني فقد سجلت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ رفض حركة النهضة ورئيس الحكومة المؤقتة الإعلان عن تعهده باستقالة حكومته يوم 23 أكتوبر طبقا لخارطة الطريق الممضاة من طرف رئيس حزب حركة النهضة، وهي إذ تحمل رئيس الحكومة علي العريض المسؤولية الكاملة في تعطيل انطلاق الحوار الوطني، فإنها تعلن تعليق مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني بكل مكوناتها في حوار يفتقد لمحاور مسؤول يمكن التوافق معه لحل أزمة الحكم في البلاد وإنقاذ تونس. تحيي الهيئة السياسية نجاح مسيرة يوم 23 أكتوبر 2013 وتشيد بمشاركة النساء والشباب وعموم المواطنين فيها، وتدعو الشعب التونسي وكافة قواه الحية إلى اليقظة الكاملة وإلى تعبئة الجهود لمكافحة الإرهاب وإنقاذ البلاد. عاش تونس، المجد للشهداء.